نسبة المشاركة في التشريعيات قد تبلغ 61%. حسب صبر للآراء قامت به تزيرتوب، والذي مس 42 ولاية عن طريق الاتصال بالناخبين عبر الهاتف. الاستطلاع تمحور حول سؤالين اثنين: هل ستصوت في تشريعيات 12 جوان 2021؟ هل حسمت أمرك في القائمة التي ستمنحها صوتك؟ الاستقصاء كشف عن إقبال كبير للناخبين على التشريعيات، بما في ذلك الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل، حيث أدى العاصميون المستجوبون نيتهم في المشاركة بنسبة 34.52% من العينة المستطلعة، وقد بلغت في ولاية تيزي وزو نسبة 16.21%. الأرقام المتحصل عليها سببها الإقبال على الحملة الانتخابية وسط تزايد كبير لاهتمام الناخبين بها، حيث عرفت تجمعات الأحزاب والقوائم الحرة حضوراً معتبراً. متابعون للحدث الانتخابي كشفوا عن الأسباب الكامنة وراء ذلك وأرجعوها إلى المشاركة الكبيرة للقوائم الحرة، حيث بلغ عددها خلال هذه التشريعيات 837 قائمة في مقابل 98 قائمة حرة في تشريعيات 2017، وذلك بعد قرار الرئيس تبون دعم المترشحين الشباب.